شو ها؟ ما شيء لحم، عظم بس. اولا هاي مو بعظمه، هاي قصبه، بعض الشعوب ياكلونها ولذيذه، والبعض يستخدمها حمايه. ياكلونها تفهم، بس حمايه هرقيسه. شو هرقيسه؟ هرقيسه وين هاي؟ سير صومالي لاند. صومالي لا صومال. اسمع عدل، اسمع، صومالي لاند أرض الصومال. أرض الصومال. هات هات سر سر أرض الصومال. صومالي لاند هرقيسة. أرض الصومال، نعم نحن هنا، نحن لازلنا نبغى نتعرف أكثر عند الشعوب والقبائل التي تعيش في هذه الأرض الطيبة المعروفة بتاريخها الغني جدا واختلافاتها الجميلة جدا، واللي أعتقد من حقنا نتعرف ونتقرب منها أكثر. ها نحن هنا، قصبة هوائية، شحم ولحم واللحن المقدد. تبون تعرفون أكثر؟ تعالوا معي. صاحب المطلة توكل على الله، صلي بيكوردا انا وانتوغا والله صاصه صويا هاي هو هيا بي صاحب المطلة توكل على الله صلي جزء رئيسي ايضا في ثقافه اهل ارض الصومال ان عندنا شيء، احنا طبعا في كل ثقافه عندنا شيء يخصنا، سواء كان في الزواج، سواء كان في العادات والتقاليد، وحتى في الكوزين اللي هو الاكل. طيب هنا في شيء اسمه المقمد، مقمد شيء كذا، وهو اللحم المقدد، وشيء جدا معروف ويختصون فيه النساء في يعني في تحضيره، ويقال بان صحي جدا للمقبلين على الزواج وخاصه الرجال، شيء طيب. تعالوا نشوفه. نحن الآن في منزل إحدى الأمهات اللي ما شاء الله تقوم بهذا العمل. طبعاً اللي راح تشوفون الآن هذا نموذج قاعدين يسوونه وقاعدين ينسقونه ويرتبونه حق الناس اللي راح تشتري. تعالوا نتعرف. السلام عليكم. عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله أكبر، تتكلمين جميلاً ما شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك؟ تمام. الحمد لله. ما هذا؟ لحم. لحم. مقدد. مغمضة وش هيك؟ مقمد. مغمضة معي. هذا من أرض الصومال، من هرقيسة، من ثقافتكم صومالته. تاريخ الله من التاريخ. من تاريخ القديم. من زمان. الله. سنة النمل. قبلهم مركع روستان. نعم. نمل كورسدان. أي الله سمي حاري في كأنه. هذا للعرس للزواج. صحيح. وحلا راعي أرسك أرسك الراعي أبوك. عروسية. عروسية. للرجل ولا للمرأة ولا للاثنان؟ يا 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 يعني ما قبرده مس اين ان كان اين انت اين كان للرجل للرجل قبرده جميل قبرده فربضن هي اي سو رئيسه يا بي وبحل
ودن كريقة كو قالية الله أهل العريس يهدون هال إن أنت كان لا صورها أهل العروس يعطوا أهل العريس لحم مقدد الله أكبر جميل رقنا والله طيب لو مثلا أهل العروس ما عطوا العريس لحم مقدد يزعلوا هذا ما لقى مرمي اسمه عروس كذا الزين وينك لقى ما مرمي لا ما يجوز عيب عيب إذن عرفنا الآن شوفوا هني جمالية التبه أكيد من العادات عادتي عادتي هذه من العادات والتقاليد أن الإنسان يكرم ها الزوج فأنت كيف يا أهل العروس ما يبتون لحم مقدد عنصر جميل عندما نتعمق كثيرا نتعلم الشيء مو بنقول والله هم فقط يفعلون كذا وإنما أعرف أكثر قيمة هذا الشيء في الثقافات والشعوب اليوم عند أهلنا هني عند أرض الصومال إذا أنت جاي عرس وبتحضر يجيب لك شويه لحم مقدد من بلادك قول لهم هذا ترى لحم مقدد من عندنا بعد جميل تمام هذا شو ما هذا كلوم حي كلوم حي والله شيء لي والله يري سالو يري والله شيء لي هو لحم مقدد جاهز هذا هو اللحم هذا هو ها يتم تقطيعه بعدين طيب والله شيء لي بسم الله سبق بقى بسم الله دادامي ناكل الله بسم الله بسم الله بسم الله لا حلال 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 اكيد طبعا بسم الله الله هذا في الشمس فقط ولا يطبخونه راح يطبخوه سبق هذا سبق في الزبد ارويها يا شيله يا حلو سبق كبحه تمام الله اوه شغل عدل يا وش يغير ساسين قنيسه يتم تقطيع اللحم تجفيفه يجيبون عظم الجمال صحيح ويكسرونه ويطلع منه الدهن او الشحم اللي داخله ويتم طبخه صحيح بعد ذلك ياخذون مايه الزيت هذا الدهن ويقلون فيها اللحم هذا ويتم بعد ذلك تقطيعه الله الله شغل عدل هذا نحن نتكلم هذا هو عادة معينة ايوه هذا العظم ايوه تاخذ قطعة لحم الله تقطعونه بهالطريقة لازم تقطعينه على هذا حتى ما تجرحي نفسك يا الله هذا من شو مصنوع هذا مال الغنم ام الجمل جمل هذا قصبته القصبة الهوائية الحنجرة الجمل وعلي جمل كره الله 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 اشوفه الله هذا بايب بلاستيك بايك بلاستيكي وعليه طبعا الحنجرة هذا مع القصبة للجمل تستخدمها تضع صبعك عشان لما تقطع ما تجرح صبعك حجية شكرا جزيلا هذا شيء طيب تبيعونه سوق كيبسه سوق كيبسه سوق كيبسه سوق الله يبيعونه بالسوق أبو دبي لو دراي تيار دايم كعيسى لساري أيام تعوميس أيوة هاي طلبين الإمارات رح يرسلون بالطيارة هذا اللي في الإمارات ما شاء الله عندهم أشياء ليش ما تخبروننا بني ناكل عندكم جميل بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الرحمن لذيذ صراحة وهذه قصة اللحم المقدد في هذا البلد الجميل اوكي نكمل ولا ما نكمل نكمل يلا بينا السلام عليكم. نحن اليوم في ضيافة إخواننا من أبناء آدم وحواء جماعات وقبائل البجاولة هؤلاء الذين يعيشون في المنطقة ما بين الفلبين وإندونيسيا وماليزيا لا زالوا موجودين حياتهم مختلفة
هذا وطنهم، هذا منزلهم، هذه أرضهم، هذا العالم اللي يعرفونه، ما يعرفون شيء آخر. You go inside. Okay. Fish. Oh. Ah. Okay. 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 طبعا هم يعيشون على صيد السمك، هذه العملة اللي يتعاملون بها، وهذا هاي اللغة اللي يعرفونها، صيد السمك والعيش من خلال صيد السمك وبيعه. يبيعون على من؟ يبيعون على كل من هم يأتون إلى المنطقة هذه للصيد، أيضا من الشركات الكبيرة، من بعض الصياد اللي يأتون بنفسهم أيضا للصيد، لأنهم يعرفون أن من أبناء آدم وحواء هم أكثر الناس استطاعة على الغوص، يصلون حتى 20 متر تحت طبعا سطح البحر، وفوق هذا كله يستطيع أن يستمر إلى من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. سبحانك ربي. يقولون أن الطحال عندهم يعني يساعدهم على ذلك كثيرا، عندهم القدرة على أنهم أيضا يغوصون. هذا ابن الآن نزل البحر، شوف عشان يوصل له شيء. أوكي الله عليك بطل. أوكي وعندهم طبعا، تعال أوكي تعال. الله عليك بطل، الله عليك بطل. طبعا هم يذهبون للصيد. اوكي اوكي طبعا هم يذهبون الى الصيد الان، وهو قاعد يبحث مع ولده. طبعا هو يعلم ولده الان ايضا كيفية الصيد. ان تكون فجاولة يعني ان تكون سباحا ماهرا، وان تكون قادر على عمق يصل الى 10 إلى 20 متر، وعلى ان تكون قادر على اصطياد السمك في اي وقت من اليوم وفي اي درجة برودة فيها الماء. فان تكون فجاولة تحتاج فيها للكثير والكثير من المقومات. اولها ان ما يك دوار راس، ولا تيك دوخة البحر اللي ممكن تصيب اي انسان. يا الله البجاو، وخاصة ان البجاولة ما يطلق عليهم بغجر البحر، لانهم يرتحلون من مكان الى اخر دائما. اسباب بقائهم في مكان واحد هو كثرة الاسماك، وهو ذات السبب اللي يخليهم يرتحل من مكانهم اللي موجودين فيه لمكان اخر. وهم يؤمنون بان المنطقة التي تحد من الفلبين، الموقع اللي نشأوا فيه من البداية كما تقول الروايات، الى حدود طبعا اندونيسيا وماليزيا، فان هذا بحرهم، ولذلك هم احق فيه بانهم يعني يصطادون فيه. فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هؤلاء ابناء ادم وحواء، وقادرين على التكيف والتعايش مع هذه الاجواء والتحديات الصعبة. الماء بارد وصاد. هي تسكوت فيش العمل
كفنج اصطاد سمكة. طبعا انواع مختلفة في الصيد الان يستخدمون هذه المسدسات المائية طبعا اللي تعمل بخلال اطلاق الرمح على السمك. وطبعا كل ما كانت السمكة كبيرة كل ما كان سعرها اعلى لبيعها طبعا في الاسواق. في داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا أدياننا أوطاننا والألسنا لكننا أبناء أب واحد والأم أيضا واحدة. مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم تحض أخي. خلني أخبرك يا علي عن شيء وايد مهم في هذا المكان. تتعجب من الخليط العرقي في بعض الدول، ناس أتوا منذ زمن طويل من مختلف أنحاء العالم من بيئات مختلفة لكنهم متعايشين مسالمين رغم اختلاف أصولهم وأعراقهم وحتى ديناتهم. تعرف شو يجمعهم يا علي؟ اللغة. اللغة في موريشيس هاي البلاد المكونة من مجموعة جزر في المحيط الهندي، إيه؟ وتتكون من ثلاثة أعراق لسكانها على الأقل، ولكن جميعهم يتكلمون لغة واحدة. أي لغة؟ لغة الكريول. سير سير واسأل عنهم. بس ها اسأل عن عفرة. عفرة؟ عفرة العبد الله. عفرة العبد الله. الوالد اكيد طبعا. اي هاي صوره ابويا ان شاء الله. اظن هاي صوره في الثمانينات يوم هو في المكتب في البلاد هنا. لا في البلاد. في البلاد شوف يبين لنا في البلاد. صح والتليفون ولا ثاني. جميل. اي وصوره اوضح. ما شاء الله تبارك الله. طبعا تحيه لوالدك. انا عارف انه في البلاد الحين. في البلاد ويعطي الصحه والعافيه. امين يا رب. ونقول له ما شاء الله تبارك الله بيتكم جميل في مرشح. شكرا شكرا وكل التحيه والتقدير له. إذا خبريني قصة الوالد والوالدة. قصة الوالد والوالدة. يعني الوالد يعني التقى بالوالدة في دبي ولا هني؟ لا مورشيس ما حد كان يعرفها. زين. ودبي بعد الناس ما تعرفها هاك الوقت. زين. أظن في السبعينات تلاقوا في الهند. الوالد في أبوي. أبوي كان يدرس في الهند، كان يدرس سياسة واقتصاد. هو أول شيء بدأ كطيار حربي. بس سوى حادث وفقد الطبلة فاعتبروا كإعاقة. أوكي. وكمل في مجال السياسة والاقتصاد وما شاء الله كان من الأوائل اللي ماخذين بي اتش دي هاك الزمان. تمام. في السياسة والاقتصاد. وأمي كانت سايرة ويا أبوها. حلو. سايرين إلى الهند. تمام. يدي حسن كان ساير الهند حق بزنس. بطبيعة أنهم مورشيسيين لكن رايحين إلى بس لا هي سايرين أنه كان هني كان عنده مشاريع بس لكن تمام. غير مجاله فربيع نعته كانوا سايرين باكستان من باكستان راحوا الهند حق تجارة. احنا نتكلم الحين عن أسرة حسن سج. حسن متو براويك صورته. حسن منو يعني ما فهمت حسن يعني. أبو أمي أبو أمك تمام.
هاي شهادته ما شاء الله اللي هي بوك كيبينج. بوك كيبينج معناته في هاك الزمان كان المحاسب اكاونتنت، شوف كان كورسبوندنت مع بريطانيا. حتى طبعا هاي البصمه هذا هو لعيب كوره بعد. هي مسلم سكاوت. مسلم سكاوت هي اسم الفريق مسلم سكاوت. هي بس فريق قدم هو. تمام. فكانوا في الهند. هي امي كانت سايره ويا ابوها الهند. تمام. بحكم ان هي البتشر اكبر وحده ويا دوتي ساره كانت تامه ويا العيال لان ما شاء الله كانوا بيج فاميلي كان عندها 10. تمام. فهي تمت ويا الصغار. هي امي هي البتشر وكانت مخلصه من الثانويه وسايره ويا ابوها. تمام. وطول يدي في التجاره هناك. فهي قالت اكيد الجامعه عدالنا بصير ادرس فيها ونفس الجامعه اللي فيها الوالد. يا الله. وشاءت الاقدار ان شقه يدي حسن هني وشقه يدي احمد عند نفس البلكونه تقريبا. يدك احمد اللي هو عبد الله ابو بويا وحسن ابو امي. يعني هم كانوا تامين فتره يعني قريب السنه. تمام. وصار اللقاء هنا. وصار اللقاء ومعرفه امي تقول اقل عن شهر وتزوجت ويت الامارات. وطبعا في هالوقت الوالد كان يظن انه هي شو من الهند؟ لا من يعرف. هو كان يسمع مورشس بس ما كان يفهم. على قولتك انت تحريتها انا شفتها حلوه وحبيتها. ما شاء الله. وقال ما همني يعني انا شفتها حلوه وحبيتها وتحب تدرس. ابوي يحب اللي يدرسون. طبعا مدير مدرسه ما شاء الله تبارك الله فيحب العلم. فقال شفتها حلوه وتدرس ويوم تقول لي مورشس انا تحريت موريتانيا. قلت زين بعد عربيه ولا خص في موريتانيا الموضوع. جميل. وامي يوم تسمع انه هو يقول يونايتد عرب اميرتس دبي ما يعرفون يدي حسن ما كان يعرف. يعرفون بس مكه والمدينه اللي السعوديه بحكم انهم مسلمين. الله. السعوديه فقال يعني عرب. سبحان الله. تحس بالعضلة جالسة تتحرك. نا 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 نا. الله عليك. ليشن؟ نو إيد؟ كاميرا؟ كاميرا؟ نو. بليز نو. إيد؟ Only little. No 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 no. I cannot. I cannot. Me no little. كبا كبا. ما انت واي لا على سيبو ولا تاري سيبو. ايوه لا تاخا خوا sing sing oh e pangai tu ga lai ki pangai tu ga lai si ba ki na te ku du ga ma se e pata na te pata koda 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 e pangai galay ke vai ro ro taanai si puta taanai si ta maya la la na 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 ke bangai ku galay ta maya ku si la ba ka ma ka ta me a Ah
في داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا في داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا قد تختلف ألواننا أدياننا أوطاننا والألسنا لكننا أبناء أب واحد والأم أيضا واحدة مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم سنعود للبيت القديم سنعود للحضن القديم تحط فيه رحالنا أنت أخي أو شئت قل أنت أنا.